صوت مزيان. السلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سيدات وسادة الصحفيين ممثلين وسائل الاعلام، السلام عليكم. تبعاً للبلاء الصادر عن هذه النيابة العامة يوم خميس 31 أكتوبر 2024 بشأن فتح بحث قضائي في مواجهة أحد الأشخاص ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك للاشتباه في ارتكابه لأفعال يعاقب عليها القانون، فإن هذه النيابة العامة تحيط الرأي العام بالإجراءات المتخذة في هذه القضية، وذلك في استحضار تام لمبدأ قرينة البراءة. وعلى إثر ما سبق تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذه الواقعة، عملت هذه النيابة العامة على تتبع الإجراءات المتعلقة بالبحث لدى مصالح الشرطة القضائية، وتكريسا للمبدأ الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، واستحضارا للدور المرغوب بها في إطار تصوير الرأي العام بخصوص القضايا التي قد تستأثر باهتمامه، وفق ما دافت عليه في العديد من القضايا التي تحرص فيها على التواصل، فإن هذه النيابة العامة تطلع الرأي العام على أن المعني بالأمر تم تقديمه أمامها صبيحة يومه الجمعة فاتح نوفمبر 2024 بعد انتهاء إجراءات البحث واستيفاء جميع الضمانات المقررة قانونا، حيث جرى استنطاقه وفقا للضوابط القانونية المعمول بها حول ما تم نصره من المعطيات والادعاءات ومزاعم تمس بمصالح المملكة وبعض هيئاتها، والتي تتجاوز حدود حرية التعبير وتتضمن عناصر تأسيسية لجرائم معاقب عليها قانونا. وفي هذا الإطار تؤكد النيابة العامة على أن المعني بالأمر تم تمتيعه بكافة الضمانات والحقوق التي يخولها لها القانون، سواء من خلال البحث معه من قبل الشرطة القضائية، حيث تم إشعاره بإسباب إيقافه وإشعار عائلته بذلك، وكذا إشعاره بحقه في التزام الصمت وبكافة الحقوق التي يخولها القانون، أو خلال استنطاقه من قبل النيابة العامة. وبعد انتهاء إجراءات استنطاقه قررت هذه النيابة العامة متابعته من أجل الاشتباه في ارتكاب الأفعال التالية: إهانة هيئة منظمة ونصر ادعاءات كاذبة، التبليغ عن جريمة خيالية يعلم حدوثها مع إحالته على جلسة المحاكمة في حالة سرها. هذا وستعمل هذه النيابة العامة على تتبع مجريات هذه القضية وفق ما يقتضيه القانون، مع الحرص على تحقيق ضمانات وشروط المحاكمة العادلة تكريسا لمبدأ مساواة الجميع أمام القانون. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا وصلت. لا سير أخوان. لا.